مناطيد العودة هي رسائل بأننا عائدون حتما. نحن لا نستطيع الوصول إلى أراضينا، ولكن هذه المناطيد الآن هي تحلق فوق أراضينا المحتلة عام 48، تنقل الرسائل بأننا سنعود يوما ما مثل هذه المناطيد. في هذا اليوم، يوم النكبة، هو شعور ممتزج بين الشعور بالمأساة والشعور بالأمل. شعورنا بالمأساة نتيجة الظلم الواقع على شعبنا، نتيجة وجودنا في مخيمات اللاجئين لمدة 72 سنة، وفي نفس الوقت هي الشعور بالأمل وأملنا بالعودة إلى أراضينا، أملنا بشعبنا، بأطفالنا، بشبابنا، أننا إلى اليوم رغم 72 سنة من الألم والقهر، رغم 72 سنة من وجودنا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، إلا أننا ما زلنا متمسكين بحقنا وهو حق العودة.